بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع موسوعة الدروس الأخلاقية. الأخلاق الركن الركين في دين الله عز وجل، فالدين مكوناته إسلام وإيمان وإحسان. الإسلام انقياد ظاهري، والإيمان تصديق باطني، والإحسان أخلاق يتعامل بها المسلمون المؤمنون مع الله عز وجل ومع الناس، يتعاملون بها في معاملات الدنيا وفي معاملات الآخرة. والأخلاق كل الأخلاق أمر محمود عند كل الأمم وعند كل البشر في القديم وفي الحديث، ويوزن الناس قديما وحديثا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يوزنون بالأخلاق، ومسبار الأخلاق مقياس لا يخطئ. وسوف نستعرض عددا من هذه الأخلاق قدر ما يتسع له الوقت، وهي كثيرة كثيرة لا يمكن لنا حصرها ولا حتى عدها. فكل أمر محمود يحمده الناس في تعاملاتهم إنما هو من الأخلاق. تعالوا بنا لنتناول جانبا من هذه الأخلاق. الخلق الأول خلق الرحمة، والرحمة عنوان الإسلام، فالإسلام دين الرحمة بكل ما تعني الرحمة من معنى وبكل ما للرحمة من صور. والرحمة إنما هي رقة وشفقة في قلوب العباد تدفعهم إلى إحسان معاملة الغير. والرحمة كلمة جامعة لمكارم الأخلاق، وإذا تميز الإنسان أو تخلق الإنسان بالرحمة فإنما تعتريه الرقة ويعتريه العطف وتعتريه الرأفة وتعتريه الشفقة، وهذه أخلاق تجعل الإنسان يتطامن إلى من حوله من الناس، يرحمهم فلا يقسو عليهم، يرحمهم فلا يتكبر عليهم، يرحمهم فلا يؤذيهم، يرحمهم فلا يشق عليهم، يرحمهم يتمنى أن يعاملهم كما يحب أن يعاملوه هو. والرحمة من أهم ما تميزت به شريعة الإسلام، فقد انفردت صفة الرحمة وحدها في القرآن الكريم بالصدارة وبفارق كبير عن غيرها من الصفات الأخرى، حيث تكررت الرحمة بمشتقاتها حوالي 315 مرة. وقطعا ليس هذا التكرار من قبيل المصادفة، وإنما كما نعلم ونتيقن جميعا أن كل كلمة وأن كل حرف وأن كل عبارة ترد في القرآن الكريم إنما لها قدر ولها هدف ولها غاية. وقد جعل الإسلام الرحمة لجميع الفئات والطوائف في المجتمع، يرحم الضعيف قبل القوي، والصغير قبل الكبير، والمريض قبل الصحيح، حتى الحيوانات العجماوات لها نصيب من رحمة الإسلام، من رحمة الله عز وجل. يقول ربنا عز من قائل وهو أصدق القائلين: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وعن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
وهذا الحديث يبين لنا أن الإنسان أيا كان لا بد وأن يرحم، يرحم حتى الحيوان الأعجم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أرأيتم؟ تدخل امرأة النار بسبب هرة، قطة، مما يعني يربى في بيوتنا وطرقاتنا. قسونا، قست هذه المرأة عليها فكانت سببا في أن تدخل بها النار. إن رحمة الله عز وجل رحمة عامة شاملة لجميع الخلق، فهو سبحانه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، ورحمته وسعت كل شيء. يقول ربنا عز من قائل: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال تعالى: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقال سبحانه: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله عز وجل أرحم الراحمين، ومن واجب المؤمنين أن يتخلقوا بأخلاق الله عز وجل. فالله رحمن رحيم وهو أرحم الراحمين، ينبغي أن يكون عباده المؤمنون أن يكونوا على هذا الخلق من الرحمة. والمتأمل في حياة البشرية يجد أنها في أمس الحاجة إلى خلق الرحمة، نتخلق به في التعامل في كل معاملاتنا، في معاملاتنا مع أنفسنا، في معاملاتنا في بيوتنا، في معاملاتنا مع من حولنا من ذوي أرحامنا، مع جيراننا، مع الناس، مع أصدقائنا، مع من نعرف، مع من لا نعرف. ينبغي أن تشيع الرحمة في كل تصرفاتنا وفي جميع مناحي حياتنا. ولو جئنا لنقسم الحديث عن الرحمة كما هو مسطور في موسوعة الدروس الأخلاقية، أولا الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كانت غاية النبي صلى الله عليه وسلم هي رحمة الإنسان، أو هي رحمة الإنسان وهدايته، والسعي بكل سبيل إلى نجاته من المهالك. وهذا أعظم أنواع الرحمة، الهداية التي جاءتنا بسبب إيماننا بنبينا صلى الله عليه وسلم. فبالإيمان رحمنا من عذاب الله عز وجل في الآخرة ومن مقته في الدنيا. فعن أنس رضي الله عنه أن غلاما من اليهود مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قام وهو يقول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فإيماننا بسيدنا رسول الله أنقذنا من النار، أنقذنا من عذاب الآخرة. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في كل يعني تصرفاته، في سيرته، نماذج عملية لبيان مدى أهمية الرحمة ومدى سعة رحمة الله عز وجل. فمثلا كلنا يعرف الحديث الشهير الذي قاله نبينا صلى الله عليه وسلم بمناسبة سبي حنين. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يرون امرأة من السبي تبتغي، إذ وجدت ولدا أو صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها. امرأة كان لها غلام صغير، ولد صغير، فأخطأته، يعني ضاع منها في السبي، فبدأت تبحث عنه فوجدته فاحتضنته وافترشت له الأرض وألقمته ثديها لترضعه.
فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب وخلق وطريقة من طرائق تربيته صلى الله عليه وسلم للناس، وطريقة من طرق إيصال المعلومات، أنه ينتهز فرصة المشهد ليعلق عليه صلى الله عليه وسلم كنموذج عملي للمعنى الذي يريد أن يبلغه نبينا صلى الله عليه وسلم للناس. قال لهم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار وهي تقدر ألا تطرحه؟ قالوا: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. نموذج عملي يترجم لنا من خلاله نبينا صلى الله عليه وسلم سعة رحمة الله، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وقطعا يعني هناك صور عديدة من صور رحمته صلى الله عليه وسلم. فمثلا الخدم كان لهم نصيب من رحمته صلى الله عليه وسلم. هذا سيدنا أنس بن مالك يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته. وقال في البداية: ما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. ونحن أنا أريد أن أقف مع هذا المشهد. أنس كان غلاما صغيرا، ومن شأن الغلام الصغير ألا يحسن إتقان العمل، تراه يلعب مرة ويخطئ مرة ويسهو مرة ويتجاوز مرة، لكن مع ذلك كله كان نبينا صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما ودودا ملاطفا للغلام الصغير الذي كان بمنزلة الخادم. يعني كان يقول: أنا خدمت النبي، أرسلته أمه ليخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خادم عند النبي، ومن شأن الخادم أن تأمره، تقول له اعمل كذا واترك كذا وافعل كذا. لكن النبي انظر إلى أخلاقه العالية، ما يعني قال لي أف قط، ما تأفف من فعلي، وما سألني عن شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. وأيضا الأطفال، وطبعا النموذج ده يمكن أن نطبقه لرحمته صلى الله عليه وسلم بالخادم، ولرحمته صلى الله عليه وسلم بالطفل. لكن كانت له يعني مواقف مع الأطفال. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه أحد أولاده، طبعا الأولاد هنا أولاد ابنته الزهراء، دخل عليه أحد أولاده فقبله، وكان عنده أحد الأعراب يقال إنه الأقرع ابن حابس التميمي، والغلام الذي دخل كان سيدنا الحسن ابن علي ابن الزهراء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرع رجل من البادية، قال: أتقبلون صبيانكم؟ استغرب أن يقبل النبي الولد الصغير. فماذا قال الأقرع مكملا كلام: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، لأن لي 10 من الأبناء ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. إن هذه القبلة التي نضعها على جبين الطفل أو على يده، أو هذه الضمة التي نأخذ بها الطفل الصغير إلى أحضاننا، إنما هي ترجمة حانية عن رحمتنا بأولادنا وعن رحمتنا بصبياننا، وهي دليل على سعة رحمة الله عز وجل. أيضا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأسير، والأسير هنا يعني إنسان له وضع يختلف عن الأوضاع العادية. الأسير هذا في وقت من الأوقات كان محاربا، ومعنى كان محاربا يعني رفع السلاح في وجه الإنسان، ومع ذلك كان للأسير جانب من رحمة نبينا صلى الله عليه وسلم. لما جاءته ابنة حاتم الطائي وكانت أسرت في حرب مع قبيلة طيء، فجعلت في حظيرة بباب المسجد، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة جزلة. امرأة جزلة يعني كانت امرأة عاقلة متحدثة، ابنة حاتم الطائي.
فقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فامن علي، من الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد فعلت، فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون له ثقة حتى يبلغك إلى بلادك، ثم آذنيني. تقول ابنة حاتم الطائي: وأقمت حتى قدم ركب من بلي أو قضاعة، وإنما أريد أن آتي أخي بالشام، فجئت فقلت: يا رسول الله، قد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ. قال: فكساني وحملني وأعطاني نفقة، فخرجت معهم حتى قدمت الشام. أرأيت؟ هذه ابنة حاتم الطائي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني ذهب منا كل شيء، ضاع الوالد وضاع الولد وضاع المال، فمن علي، وهي أسيرة. فماذا فعل معها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعل معها ما سمعتم أيها الأحبة. أيضا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالضعفاء، أو الرحمة بالضعفاء، والحديث هنا يعني بين أيديكم، من الممكن أن تراجعوه. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا النموذج الرحمة بالضعفاء يؤكده، ويقول عن تلك المرأة التي ظلمت ودعت على ظالمها: صدقت صدقت صدقت. كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. والقصة مسطورة بين أيديكم. ومن رحمة الإسلام أنه أمر أتباعه ألا يظلموا غير المسلمين. يعني كثير من الناس يقصر الرحمة على يعني من يعرف يعني يرحم بيته، يرحم أقاربه، يرحم جيرانه، يرحم أصدقائه، لكن لا يرحم من لا يعرف. إذا هو لا يعرف إنسان لا يرحمه ولا يرق له، ناهيك إذا كان هذا الإنسان لا ليس على دينه. وهذا من الخطأ الشنيع. إن الرحمة إذا تمكنت من قلب نضحت على كل الناس، على القريب وعلى البعيد، على من تعرف ومن لا تعرف، على المسلم وعلى غير المسلم. لأن الرحمة لا تعرف يعني هذه التفرقة التي نضعها نحن بأفكارنا وبيعني أمزجتنا. الرحمة عامة، ترحم من تعرف ومن لا ترحم ومن لا تعرف، ترحم المسلم وترحم غير المسلم، ترحم القريب وترحم البعيد، ترحم الكبير وترحم الصغير كما ترحم الصغير، ترحم الرجال كما ترحم النساء، ترحم الكل، ترحم القوي كما ترحم الضعيف. الرحمة إذا يعني دخلت في قلب نضحت على كل من حولك. وطبعا القصة التي يرويها لنا هشام عن أبيه قال: مر هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط بالشام قد أقيموا الشمس، فقال: ما شأنهم؟ قالوا: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. أنا أريد أن أقف هنا. هذه نماذج فردية في تاريخ المسلمين، وقطعا هذه نماذج أو هذه الصور كانت لها ملابساتها وظروفها. وهذا شأن الخارجين على حدود القانون في كل زمان ومكان. فلا تحدثني عن أناس خرجوا عن حدود القانون في زمن معين فوقعت عليهم عقوبة، أن نحكم على تلك الدولة التي أوقعت العقوبة على بعض الخارجين أنها دولة قاسية أو أنها دولة ظالمة. لا، لابد وأن نضع الأمور في نصابها الصحيح. وأنا هنا أريد أن أنبه على مثل هذه الصور التي كانت في تاريخنا، والتي يجتزئها المتحدثون عن الإسلام فيصمونه بالقسوة، ويصمونه بالظلم، ويصمونه بالتعدي، ويصمونه بعدم الرحمة وبعدم العدل. نقول هذه صور ونماذج
لها ظروفها وملابساتها وأسبابها الزمانية والمكانية والجغرافية والسياسية، لها ظروفها المحيطة بها. فلا نحكم على أمة أو على دين أو على دولة بصور شخصية لها هذه الملابسات. وقطعا إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا إذا لم يكن هناك سبب لهذا التعذيب. الله عز وجل أمرنا بإيقاع العقوبات على الخارجين، فهناك من يزني يجلد، وهناك من يشرب الخمر يجلد، وهناك وهذه عقوبات. وقطعا لا أريد أن أدخل في جانب هذا الجانب، فإن فيه كلاما كثيرا يوضح. أولا الإسلام لا يعرف القسوة، لا يعرف إيلام الناس، لا يعرف تعذيب الناس، هذا ليس من الإسلام في شيء. لكن إيقاع العقوبات المقررة شرعا نوع من الرحمة ليرتدع الناس. والله عز وجل قال لنا ولكم في القصاص حياة. القصاص بمعنى إيقاع العقوبات على الخارجين على القانون ليرتدع غيرهم من الناس. ولو أخذتنا الشفقة والرأفة بالخارجين على القانون لأصبحت الدنيا غابة، ولا ما تمكن أحد أن يمارس يعني أن يسير في الطرقات، لأن تأخذنا الرحمة بقطاع الطريق وبالمجرمين وبالسراق وبالقتلة ونقول يعني لا نعذب الناس. لا، الذي يقترف ذنبا وإثما ويخرج على القانون لابد وأن توقع عليه العقوبة المناسبة. أيضا الرحمة لا تقف عند حدود البشر، بل الرحمة بكل المخلوقات. الله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول في حديث شداد بن أوس إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني هناك من الدواب من أنت تضطر إلى قتله، تأتيك حية أو عقرب أو سبع ضاري، فلا تتفنن في تعذيبه في القتل، تقتله ويظل حيا ثم تضربه فيظل حيا. لا، إذا قتلت فأجهز، يعني الذي يستحق القتل. فإذا قتلت دابة من دواب الأرض تستحق القتل لابد أن تجهز عليها. إذا ذبحت ذبيحة مما أحل الله ذبحه لتنتفع به فلتحد الشفرة ولترح الذبيحة. هذا نوع من الرحمة يأمرنا به الإسلام. أيضا التراحم فيما بيننا. الله عز وجل يصف نبينا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بأنهم رحماء بينهم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والشدة هنا معناها أن يتمسكوا بدينهم ولا يفرطوا فيه. نعم، مظاهر الرحمة في الإسلام. الرحمة لها مظاهر يعني كثيرة، تعالوا نعدد هذه المظاهر. من أهم مظاهر الرحمة أنه أباح للمريض الذي يشق عليه أداء التكاليف بأن يتخفف منها. فإذا مرض الإنسان ولم يستطع القيام في الصلاة أمره أن يصلي جالسا، إذا مرض الإنسان ولم يستطع أن يتطهر بالماء عمد إلى الوضوء، إذا مرض الإنسان ووجب عليه الصوم ولم يستطع عليه أن يقضي بعد أن يشفيه الله عز وجل. وهكذا هناك من التكاليف ما يخفف أو يسقط بالكلية إذا عجز الإنسان عن أدائه، وهذا جانب من جوانب الرحمة. ومنها حرمة الاعتداء على أموال الناس، وهذا نوع من الرحمة، لأن إذا أردت ألا يعتدي الناس عليك فلا تعتدي أنت على الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومنها أيضا يعني من مظاهر الرحمة أن الله عز وجل لم يؤاخذ عباده عند الإكراه. فإذا أكرهت أو اضطررت فإن القلم لا يكتب عليك، فإن المؤاخذة لا تجري عليك.
كما قال ربنا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال الحافظ ابن كثير راويا في تفسيره عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافقهم على ذلك مكرها وجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية: ومن الرحمة رفع الحرج عن المعاقين والمرضى، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. رفع الله الحرج عن هؤلاء. هذا أيها الأحبة خلق الرحمة، ويعني طوفنا بكم من خلاله، وقد قلنا القليل القليل من الكثير الكثير عن هذا الخلق. ننتقل إلى خلق آخر، ألا وهو لصيق بالرحمة، ألا وهو خلق التسامح. والتسامح قرين الرحمة، فمن رحم تسامح. والتسامح قيمة أخلاقية يحبها الله ورسوله، وعلامة يتميز بها المؤمن عن غيره من الناس، وبها أي بالتسامح وبهذا الخلق تتحقق سعادة الإنسان ويتحقق أمنه واستقراره. ومعنى التسامح له معان عديدة في اللغة، منها أنه العفو عند المقدرة، المسامحة، وكظم الغيظ واللين، والرحمة والتعاطف والمسامحة قرينة التسامح، وغير ذلك مما يحمله معنى التسامح من يعني كثير من المعاني الرائعة. والتسامح خلق دعت إليه كل الرسالات الإلهية. لما لهذا الخلق من دور فاعل في تنمية روح الألفة والمودة ونبذ الصراعات والشقاقات التي تكون بين الناس، وأيضا له دور في تنقية الصدور من الأحقاد والبغض والكراهية. فبالتسامح تتحقق الألفة لا الفرقة، وبالتسامح تتحقق ثقافة الاختلاف لا ثقافة الضجيج والاعتراض والنبذ، وبالتسامح تنمو ثقافة التدبير لا التبرير، وبه تزكو قيم الحب والاحترام لا قيم الكراهية والاحتدام، وبالتسامح تنتشر قيم الرحمة للقسوة، وتسمو النفس إلى مرتبة أخلاقية رائعة تحقق تلك المعاني مع غيرها من المعاني الأخلاقية. ويعد التسامح أيها السادة من المبادئ الرئيسية في الإسلام، إذ أنه يعبر عن مقاصد النبوة، حيث يقول ربنا سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. رسخ الإسلام لهذه القيمة في قلوب أتباعه، فبين أن الأنبياء أخوة لا تفاضل بينهم من حيث الرسالة ومن حيث وجوب الإيمان بهم، لكن طبعا الرسل يتفاضلون في المرتبة عند الله كما نص على ذلك القرآن الحكيم. لكن عند الإيمان بهم نقول: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، أي يعني في الإيمان ونحن له مسلمون. ومن صور التسامح في الإسلام التعايش مع المخالفين لنا في كل شيء. المخالف، المخالف في الدين، المخالف في المذهب، المخالف في المعتقد، تعايش. وهو التعايش هنا على أساس الإنسانية، أن تتعايش مع الناس على أساس الإنسانية، الاحترام المتبادل. الله عز وجل يقول: لكم دينكم ولي دين. فينبغي أن يتسامح بعضنا مع بعض وأن يحترم بعضنا بعضا. وقطعا هذا التسامح، هذا الخلق كان له أثر كبير في نشر الإسلام وزيوعه. الإسلام انتشر في ربوع الدنيا، في آسيا وفي
أواسط إفريقيا وفي جنوبها شرقها وغربها وفي كل الدنيا، إنما انتشر بأخلاق حملته، بتسامحهم، بسمو تعاملهم، بهذا انتشر الإسلام. وإذا انتقلنا إلى التطبيق العملي للتسامح في حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نجد صورا عديدة. فمثلا تسامحه صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين، كلنا يعرف يعني قصة مجيء وفد مسيحي نجران الذين جاءوا إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يتحاورون معه ويتعرفون على النبي ويتعرفون على الإسلام، ويستقبلهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في مسجده، ويدور حوار بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتكلمون في بعض أمور العقائد، والنبي رحب الصدر يستضيفهم في مسجده ويتيح لهم أن يقيموا صلاتهم في مسجده، ويحسن وفادتهم وضيافتهم ويودعهم، ويخرجون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يحملون كل التقدير والاحترام لهذا النبي ولهذا الدين. هذه قصة شهيرة، ينبغي أن نركز على هذا النموذج، والنماذج كثيرة جدا في حياته صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما جاءه وفد نصارى الحبشة أكرمهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين، فإني أحب أن أكافئهم، ومن أسدى إليكم معروفا فكافئوه. هذا خلق الإسلام، كافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له، قل جزاك الله خير. النبي هنا يستقبل وفد مسيحي الحبشة ويكرمهم ويقول كانوا لأصحابنا مكرمين. أرأيتم إلى الأخلاق؟ تسامحه صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي عزم على قتله، قصة غورس ابن الحارس الذي قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، وكان النبي نائما، فقال من يمنعك مني يا محمد؟ استيقظ، من يمنعك مني؟ فقال النبي الله، فسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له من يمنعك مني الآن؟ قال يا محمد قدرت فكن خير آخذ، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيتم؟ قبل لحظات أراد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد لحظات تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. فماذا كان؟ فمن عفى وأصلح فأجره على الله. هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خلق الإسلام. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نماذج كثيرة من خلق التسامح، لا أريد أن أطيل بذكرها، لكن في النهاية هناك نركز على هذا الخلق، ينبغي أن نتخلق به، ينبغي أن نشيعه بين الناس. التسامح خلق الكبار، لا يبالغ في تحصيل الحق إلا اللئيم، لكن الكريم إذا قدر عفا، إذا تمكن صفح، إذا استطاع أن ينال تسامح. هذا خلق من أخلاق الكبار، من أخلاق الأنبياء، من أخلاق المرسلين، من أخلاق المؤمنين. وأنا أضرب لكم هنا آخر مثل حدث مع سيدنا أبي بكر. سيدنا أبو بكر كما حدث مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابتلي سيدنا أبو بكر بحديث الإفك في حق ابنته، كما ابتلي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث الإفك في حق زوجه، وكلاهما موتور بهذه المصيبة. وكان ممن زاع هذا الكلام على لسانه كما نعرف في السيرة مصطح ابن أساسة، وكان ينفق عليه سيدنا أبو بكر. فلما علم سيدنا أبو بكر أنا أنفق عليك وأنت يعني تعيش مما أعطيه لك ثم تقع في عرضي، فقال الصديق والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله تعالى قوله، قرآن يتلى،
ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. اعلم أن جزاء الصفح وجزاء العفو وجزاء المسامحة مغفرة الله ورضوان الله وتجاوز الله ومسامحة الله. سامح العباد يسامحك الله، اعفو عن العباد يعفو عنك الله، تجاوز عن العباد يتجاوز عنك الله، اغفر للعباد يغفر لك الله. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال سيدنا أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح وأجرى عليه النفقة التي كان يعطيها إياه. هذا نموذج عملي من يعني أخلاق المسلمين الأولين والصحابة المكرمين في خلق التسامح. الخلق الثالث بعد ذلك ألا هو خلق الصدق. طبعا الصدق يعني كان الخطبة الرائعة التي تكررت معنا في دروس الجمعة في خطب الجمعة في وزارة الأوقاف، وزارتنا الحبيبة التي تقر من الموضوعات ما نحن بحاجة له، وكل هذه الأخلاق إنما عرضت في خطب الجمعة من قبل. إننا بحاجة إلى إشاعة الأخلاق، خصوصا خلق الصدق. خلق الصدق خلق الأنبياء والمرسلين. اشتهر الأنبياء، أول صفة من صفات التي تجب للمرسلين وللأنبياء صفة الصدق، لا بد من أن يكونوا صادقين. نبينا صلى الله عليه وسلم غلبت أوصافه في الصدق والأمانة على اسمه، فكان يدعى في مكة قبل البعثة بالصادق وبالأمين. يقال جاء الصادق جاء الأمين، ذهب الصادق ذهب الأمين، فغطى وصفه بالصدق والأمانة على اسمه صلى الله عليه وسلم. وهذه شهادة الناس له، لما جمع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أهل مكة ليعلمهم بالوحي الذي نزل عليه، قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا بلسان واحد: ما جربنا عليك كذبا قط. شهد الأنام بفضله حتى العدا، والفضل ما شهدت به الأعداء. شهادة: ما جربنا عليك كذبا قط. والكلام ده قاله هرقل لما وصله بعد صلح الحديبية كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأل أبا سفيان وكان ما يزال على شركه: هل كنتم تتهمونه بالكذب، أي تتهمون رسول الله بالكذب قبل أن يقول ما قال، قبل أن يتوكم بأمر النبوة؟ قال له: لا. فقال هرقل مقايسا حال النبي قبل النبوة بحاله بعد النبوة، قال: علمت ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. واحد ظل 40 سنة لا يكذب على الناس، يجي بعد 40 يكذب على ربنا؟ قد علمت ما كان ليذر الكذب على الناس ثم بعد ذلك يكذب على الله. يعني هو صادق صلى الله عليه وسلم. الصدق فضيلة يجب أن يتحلى بها كل مسلم. وطبعا لا يفوتني أن أشير إلى شهادة أم المؤمنين السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها في حق سيدنا صلى الله عليه وسلم، لما قالت له لما جاء بعد أن نزل عليه الوحي في غار حراء، قالت: كلا والله يا ابن عم، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. من جملة أوصافه تصدق الحديث صلى الله عليه وسلم. طبعا حديث الصدق في القرآن الكريم حديث مطول، الكلام عن الصدق والصادقين. الله عز وجل يأمرنا أن ننتظم في سلك الصادقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن جملة أوصاف المؤمنين 10 صفات التي وردت
في حق المؤمنين، حق المسلمين، أنهم مسلمون مؤمنون قانتون، من جملتهم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، وقال والصادقين والصادقات. من أخص أوصاف المؤمنين المسلمين الصدق، من أخص أوصاف المؤمنات المسلمات الصدق، فالصادقين والصادقات من أخص أوصافهم. والصدق سبيله البشرى، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. أيضا الصدق ينفع يوم القيامة، كما نصت الآية من سورة في آخر سورة المائدة، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الصدق في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لما جاءه رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدق، فقال صلى الله عليه يا رسول الله ما عمل الجنة؟ قال الصدق، وإذا صدق العبد بر، وإذا بر آمن، وإذا آمن دخل الجنة. الصدق سبب دخول الجنة، وهو عمل أهل الجنة، يعني العمل الذي يؤهلك للجنة. إذا صدق العبد برا كان بارا، وإذا بر آمن، وإذا آمن دخل الجنة. قيل يا رسول الله ما عمل النار؟ قال الكذب، إذا كذب العبد فجر، وإذا فجر كفر، وإذا كفر دخل، يعني دخل النار والعياذ بالله. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه المعروف المحفوظ إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصدق سبب استجابة الدعاء. طبعا في قصة يعني الثلاثة نفر الذين كانوا في من كان قبلنا، آواهم المبيت إلى الغار، القصة الشهيرة المعروفة. الصدق يورث الطمأنينة، فحفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. الصدق يورث الطمأنينة، الصدق هو أصل البر، إن الصدق يهدي إلى البر، الحديث الذي قلناه قبل قليل. الصدق يجلب البركة والمنفعة في الحياة كلها. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. حديث ده يعني مدرسة في حد ذاته، مصائب الناس واختلافاتهم وعراكاتهم في أنهم يغش بعضهم بعضا. تشتري من أحد سيارة يقول لك هي 10/10 ليس فيها عيب، فإذا دفعت نقودها وأخذتها إلى بيتك ظهرت كل عيوبها. وطبعا احنا عارفين الأوصاف التي يعني توصف بها السيارات في إعلانات البيع، فبريكا وإلى، سامحوني على هذا التبسط لأن أنقل لكم صورة من الصور التي نقع فيها في الكذب دون أن ندري، وما أكثر صور الكذب في حياتنا وفي حياة الناس. لا أصدق يا أخي، قل هذه السيارة فيها عيب 1، 2، 3، 4 وأنا لا أعلم أكثر من ذلك، وإذا أردت أن تستيقن منها خذها إلى المتخصص الميكانيكي أو إلى محل الصيانة يخبرك عما فيها من عيوب، واصدق معه، اصدق معها. فإذا أخذت منه نقودا أخذت حلالا، لأنه يعني على الأقل تنجو من دعوته بظاهر الغيب عليك، تقول يعني الله لا يبارك له. كم ندعو هذه الدعوة، احنا دعينا الدعوة دي كم مرة، الله لا يبارك له، نقولها كده ببساطة، الله لا يبارك له. هذه دعوة تقسم الظهر، والله هذه تمحق الملايين المملينة من الأموال. تنتفع بإيه؟ هتزود إيه يعني؟ أرجو أن يعني أن نراجع أنفسنا في موضوع أن نكون صادقين. ووالله الصدق لا ينتقص من رزقك
قرشا واحدا، جنيها واحدا، والكذب لن يزيد في رزقك جنيها واحدا. الصدق يزيدك بركة ويزيدك طمأنينة ويزيدك سعادة ويزيدك قربا من الله وقربا من الجنة وقربا من الناس، والكذب بضد ذلك، عافانا الله وإياكم. الصدق يجلب التثبيت لصاحبه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم، الصادق يثبته الله عز وجل بالقول الثابت. والصدق في الحقيقة أنواع كثيرة. الصدق في الأقوال، وهذا أحد يعني ما يطلق عليه الصدق، وليس كل الصدق. الناس تفهم إن الصدق مجرد أن يطابق قولك الواقع، هذا صورة من صور الصدق، لكن هناك إلى جانب هذا مع أهميته، وأن يطابق كلامنا الواقع وألا نكذب في حكاية الواقع، وده صورة من صور الصدق. ينبغي أن يكون هناك صدق في الأفعال، أن تكون صادقا. كم يكذب علينا الناس في أفعالهم، تستأجر عاملا يؤدي لك خدمة في بيتك أو في أي مكان فيغشك، يصنعها لك صناعة رديئة، يصلح لك أمرا ظاهريا وهو ما يزال في عطب وفي عطل ولم يصلح، ثم يأخذ منك المقابل ويمضي ولا يمر عليك يوم حتى تعود المشكلة مرة أخرى. هذا مسكين، هذا كذب عليك في عمله، هذا كذب عليك في عمله، وده أشد يعني جرما من الكذب بالكلام. الكذب بالكلام قد تكتشفه، لكن الكذب بالعمل لا تكتشفه. تصلح يعني كالذي تذهب إليه مثلا ميكانيك السيارات ليصلح لك فرامل العربية السيارة، وهو لا يصلح، يعني يكذب عليك، وتخرج من عنده ثم تكون فيها عطب، ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة هلكة، يكون النتيجة موت. أرأيتم؟ هذا كذب في الأفعال. الصدق في الأحوال، يصدق مع نفسه، يصدق مع ربه، يصدق مع الناس في التوجه، صدق النوايا. هذه بعض صور الصدق وما أكثرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالصدق، وأن ينتظمنا في سلك الصادقين، وأن يجعلنا ممن يقولون ويستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.